مرحبا بكم مستمعينا في حوار اليوم. نرحب أيضا بالأستاذ أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق لتونس، هو أيضا من بين المشاركين في الملتقى المغربي لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. الملتقى ينظم للمرة الأولى في مدينة العيون. أستاذ أحمد ونيس، مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا. شكرا، وأنا كذلك ممنون أنني مدعو إلى وطني الكبير الذي هو المغرب. أنت الآن أستاذ نيس تحدثنا مباشرة من العيون، من الملتقى الأول لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت سيادة المغرب. كيف يمكن أن تصف لنا هذا الملتقى في دورته الأولى؟ نحن مؤسسون، نحن جيل الاستقلال، أسسنا الدولة الحدثية في أوطاننا، ونسعى إلى أداء الأمانة بمواصلة تحرير أراضينا وبتأسيس المجتمع الحداثي وبتمهيد السبيل إلى قيام وحدة مغاربية شاملة حتى تكتمل الشجرة بجميع أغصانها وتنعم بالوحدة والقوة والأمل. أستاذ نيس، ما دمتم في قلب الحدث، كيف مرت أجواء الملتقى الأول وما هي أهم المخرجات التي خرجتم بها في نهاية هذا اليوم؟ نحن نجتمع كحاضرين، يعني مساهمين في هذه الندوة، وأملي واعتقادي نتوصل إلى تأسيس تنسيقية واسعة تشمل فروع المغرب الكبير، وسنسعى جميعا إلى البقاء على ترسيخ الأخوة والعمل المشترك وضم الجرح الذي نشأ منذ اليوم أكثر من 40 سنة، وإن شاء الله نقوى عليه ولا يقوى علينا. نحن لا نزال نؤمن بهذه الرسالة في لا فقط القضاء على الاستعمار، لكن كذلك استئصال الاستعمار والقضاء على مخلفاته وتجاوز كل العقبات التي تعثرنا فيها إلى حد اليوم. أنا مؤمن أننا سنكون بنائين وسنخرج بقرارات بالإجماع وقرارات تؤسس لإقامة أخوة متواصلة وصادقة ومخلصة للمحررين ولجيل الاستقلال.